أثارت تغريدة الدكتور خالد الضبعان على تويتر بخصوص أم رفضت أن ابنها يخضع إلى الأشعة الصبغية لأنها ممكن تسبب أشياء مختلفة ممكن تكون مضرة بصحة الطفل. طبعا هي قررت الأم أنه الأشعة الصبغية ممكن تأثر على ابنها بشكل سلبي بعد ما وصلتها إشاعة عبر الواتساب بخطورة هذه الأشعة. الغريب في الموضوع أنه واتساب بدل ما هو وسيلة للتواصل صار وسيلة لنقل الشائعات. طبعا الدكتور خالد الضبعان كان جدا مستاء من موقف الأم أنه كيف ممكن ما صدقي كلامي أنا كطبيب وتصدقي كلام أشياء ممكن تكون متداولة بشكل مو صحيح على الواتساب. وفي اشياء كثير طبعا في تفاصيل كثيره بس عارفه رؤى ممكن تكون الام يعني مثلا جاتها الرساله من شخص ممكن تكون تثق فيه احد يعني يعني ممكن يكون مثلا صاحب منصب علم عرفتي كيف تقول لا معناته هو فاهم هو عارف عرفتي كيف اوقات امهاتنا بس بيخافوا من باب الحرص عرفتي ايوه هذا الدكتور انا بتعرفي بس ايش اللي دحين صار عاجبني بالنسبه لموضوع الواتساب انه الرساله المحوله تكتب من فوق احسن ايوه صح انه ترى هذا محول. متداول احتمال يكون اشاعه صحيح حناخذ هذا الموضوع بتفاصيل اكثر ارحب معي عبر الهاتف بالدكتور خالد الضبعان حياك الله دكتور خالد الله يحييك يا مرحبا اهلا بك في البدايه كلمنا عن موقفك من هذه التغريده الله يحييك هذا الموقف كان لطفلي تابع معنا بالعياده كان عنده موعد اشعه بالصبغه كنت اشرح لوالده ووالدته انه يحتاج هذا النوع من الاشعه تمام نكمل خطته الاشعيه على خطته العلاجيه بناء على الاشعه هذه تمام جميل طب بداية الأمر كان والده متجاوب معنا مع الخطة العلاجية فطلبت منه الموافقة على الساعة بعدين طلعت والدته ورفضت في نفس الوقت الكلام هذا رفضت الإشاعة كانت تذكر والده بالطفل يتوفى من الصبغة أنه يعني الطفل ممكن يتوفى من الصبغة؟ أي نعم لأن في إشاعة قبل فترة انتشرت أنه في طفل توفي من صبغة معينة أي كانت والدة الطفل تذكر والده بالموضوع هذا وترفض الإشاعة. توجهت للوالدة وصرت أشرح لها عن فوائد الإشاعة وأضرارها إنه ممكن تصير مضاعفات مع أي مريض فيعني إنها كل المرضى حتصير معهم المضاعفات أو ممكن يصير خطأ لو في محلها مع مريض معين ما يحتاج إنه نعمم الحالة على كل المرضى اللي يحتاجون نفس الإشاعة. يعني وضحت لها يا دكتور سبب وفاة الطفل الأول من الصبغة إيش كان؟ ربما كانت حساسية أو غيره. ما عندي خلفية عن سبب وفاة الطفل الأول لكن ممكن إنها تصير مضاعفات مع طفل آخر أو حاجة معينة مع طفل آخر مو يعني إن نعمم على كل اللي يسوي نفس الإشاعة أو نفس الإجراء الطبي. نعم صحيح. نعم. طيب. طلبت منهم انهم يبغوا ياخذوا راي طبيب ثاني او اخصائي ثاني في الموضوع عشان يسمعوا كلامه. كانت لا رغبتهم انهم يرفضوا هالاشاعه ويكملوا معنا على نفس المتابعه. اي حاولت اني اشرح لهم في فوائد في اضرار وممكن تترتب على الولد او الطفل في المرات القادمه. كانوا جازمين في الرفض للاسف. طلبت منهم توقيع ورقه الرفض. المسؤولية المترتبة عليها كانت بكل صدر واحد انهم يوقعوا الرفض، بالعاده الواحد لما تقول له انك توقع ورقة رفض يصير يتردد شوية، يشوف انه طفله او شيء ممكن يرفض لنفسه بس طفله يتردد. طب لما يصير انه الاجراء انه اشاعة اقوى عندك من الحقائق العلمية اللي اكيد الطبيب فيها صحيح صحيح. طيب كنت ابغى اسالك يا دكتور يعني حالة الولد هل تستدعي انه هو لازم يعمل هذه الاشعة الصبغية او ممكن تكون في حلول بديلة؟ والله في الاطفال احنا كاطباء نتردد كثير ان نعرض الطفل اشعة او صبغة معينة الا الدواعي العلمية يحتاجها الطفل نفسه يعني مو كل ما هي اشعة روتينية نتروح لاي طفل. صحيح. فالطبيب خصوصا في الاطفال يحاول يتحاسب انه يعطي اي اشعه ما يحتاجها الطفل، الكبير ممكن يكون اخون شويه في انك تعمل له اشعه مش مثل الطفل، فاحنا كانت الحاله تستدعي ان نسوي له الاشعه هذه بالصبغه ترتب عليها الخطه المقبله للعلاج. تمام،
يعني يبدو من صوتك دكتور خالد انه انت ما زلت منزعج من هذا الموضوع، لدرجة انه حتى التغريدة كنت يعني منزعج فيها، انه كيف احنا نصدق رسائل ممكن تكون اشاعات او غير حقيقية او كذبة بتوصلنا عن طريق السوشيال ميديا، ونكذب الطبيب والحقائق العلمية كما ذكرت. يعني واضح من صوتك فعليا انزعاجك من هذا الموضوع. والله الطفل يزعجك انه لما يكون مريضك طفل وقراره بايدي ناس يعني ممكن تكون تتبع معلومات مغلوطة وعدم ثقة في معلومات طبية، ويتبع لك اشاعات لشخص معين او حاجة زي كذا. هذا الشيء اللي يزعج يعني في الموضوع هذا، انه صارت السوشيال ميديا تحرك الناس فعليا في كثير من المعلومات الطبية اكثر من الجهات المختصة، وفعليا الام ما زالت غير مقتنعة بالموضوع ابدا. أتمنى أن تقتنع في المرات القادمة لما تراجعنا في العيادة. إن شاء الله تزوركم قريب يا دكتور. شكرا لك يا دكتور. شاكر لكم وشاكر لكم توعيتكم للمجتمع. أهلا بك. للأسف أنه في كثير من الشائعات ممكن تكون بتداول على الواتساب، ونعرف أن الواتساب قديش هو بيأثر، لكن أنا أرجع وأقول صحة، يعني راجعتك دكتور ثاني ثالث، أنت يعني متخوفة بالصبت. ولكن في الأخير يعني ما الدكتور أكيد ما يبغي يلبس نفسه مشكلة، وإذا كان بيأثر طبعا. بشكل سلبي أكيد في أولويات، يعني حتى باين من صوت الدكتور رأى أنه هو متضايق، يعني لأنه في الأول في الأخير مريض طفل، عرفتي فكانت من أحد الأشياء اللي يعني فعلا أثارت يمكن مشاعرنا كل لنا، انه الدكتور باين عليه انه هو حابب انه هو يساعد هذه الحاله، وفي نفس الوقت منه قادر يسوي شيء، مساء من رده فعل الام. بس ارجع اقول من جد انه احتمال يكون حرص منها فقط، أكيد. يعني عرفتي الام اكيد هي ما تقصد انه هي تكذب لا دكتور خالد ولا غيره من الاطباء طبعا، لكن فعليا خوفا على طفلها، يعني كلنا مقدرين مشاعر الام. عموما ان شاء الله باذن الله تكون صحه الولد طيبه. ما أعرف إيش ممكن أقول، يعني في إشاعات وفي أم وفي خوف وفي ناس معه وفي ناس ضد، لكن إحنا نروح فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات.